دراغون فلاي واحد إلى سكاي ووتش. لقد قطعنا وين بيت ونحن نقترب من موقع الهدف. ابقوا على مساركم، طريق الدخول خالية من المخاطر، لن تواجهوا أي مشكلة كما أرى. سمعتك يا سكاي ووتش، فلنطر بسرعة يا دراغون فلايز. رأيتها يا ريبتور، اتخذوا وضعية الغطس يا فلايز، انزلوا والتقطوا قطع البلور كي نأخذها. أنا أعيش من أجل إسعاد أوراك. من دراغونيتر واحد إلى سكاي ووتش. أنجزنا العملية، لا وجود لدرادوينغ أو لأتباعه هنا. ممتاز زينث، تفيد السرعة في إحضار البلور بسهولة من وقت إلى آخر. أراكم في ساحة النزول عند الساعة الثانية. إن مهماتنا في جلب البلور تزداد سهولة زينث. أنا بحاجة إلى هجوم دراد كي أشعر بمعنى الحياة. إيباكس، ما الخط؟ هل تأذيت؟ كلا، هجمت في الرأس. سمعت نداء استغاثة من تنين بري زينث. لكن أين هو؟ هو قريب، سأحاول التواصل معه. هو عالق، علينا أن نساعده يا زينث. حسناً فلايز، أمامنا مهمة إنقاذ جدية. كن حذراً يا زينث، قد تكون هذه خدعة، ابقى متيقظاً. حاضر سيدي، ولكن لا يمكننا عدم تلبية نداء استغاثة. والآن هذا ما تمنيت. أسمعت ذلك؟ يتوجه دراغون فلايز إلى تنين كي ينجوهم، أليس ذلك رائعاً؟ أنا واثقة بأن إيبكس هي التي وجدتها، إنها الأفضل، أليس كذلك كلوفاير؟ زينث هو الأفضل، أريد أن أكون دراغون فلاي مشابهاً له تماماً. أنت؟ دراغون فلاي؟ ما زال الظلام يبكيك، قد تصبح دراغون كراي بالأحرى. أنت التي تبكين دوماً. لا، أنت الذي يبكي دائماً. لا، بل أنت. حسناً، استعدوا يا دراغون فلايز، واحرصوا على سلامة حركة أجنحتكم، قد تكون المشاكل في انتظارنا. انتبهوا، يهاجمنا دراغون رامان. انسحبوا حالاً دراغون فلايز، طيروا بعيداً من هنا الآن. قل لي دراغ، هذا أحدث اختراع لك غبار جنيات؟ سوف تموتون أنتم بفعلتكم هذا. التنين البري، أخسر الاتصال به، يؤثر صب دراد في دماغه سلبا. ابتعدي من هناك، لا تدع الغبار الأصفر يلامسك. هيا يا إيباكس، سنعود من أجله لاحقاً. من زينث إلى سكاي ووتش، تطلق علينا النيران بشراسة. أتريدني أن أرسل الدراغونيترز لمساعدتكم؟ لا ترسلهم، أكرر، لا ترسلهم، لا تخاطر بطريدهم لغبار دراد السام. توني، لوسي، ماذا تفعلان هنا؟ أنتما تعلمان أن الدخول إلى هنا ممنوع. ولكن بلايز ويند هو أبو كلوفاير. نريد أن نعرف ماذا يحصل بدراغون فلايز. إيباكس انتبهي. إيباكس. أصيبت إيباكس وبلايز ويند، لا قوة لديهما للدفاع. أوه لا تومي، إنها إيباكس. دراغون فلايز يحاربون وحدهم، سوف يموتون. أنا بخير، لم يمسنا غبار دراد السام، قد لا يدوم ذلك، فلنرحل من هنا.
من زينيث إلى سكاي ووتش، لدينا خبر سيء. تحتاج أيباكس إلى إسعافات أولية لحظة تنزل إلى أرض الهبوط. قد تكون إصابتها سيئة للغاية. هناك فريق إسعافي جاهز عند هبوطكم. تومي، لوسي، إلى أين ذهب ذلك الولدان؟ تم إلغاء جميع الانطلاقات حتى إشعار آخر. أكرر، ليس مسموحا لكم بالانطلاق حتى إشعار آخر. خذ، ارتدي هذا. هل أنت متأكدة من صحة ما نفعله؟ لطالما تمنيت أن تصبح دراغون فلاي تومي، والآن هذه هي فرصتك. أنت محقة، أيبكس بحاجة إلى من ينقذها. حسناً كلوفاير، هيا بنا ننقذ أباك. هيا طر كلوفاير، حرك جناحيك وطر. اصمدي، نكاد نخرج من هنا. أيباكس، حار جدا، إنه يحرقني. أنا مصابة بنوع من الحمى، بدأت أسمع أصوات كثيرة. انتبه، انزل، استدر نحو اليمين. أو تمهل، تمهل. تومي، أنت تدفع كلوفاير إلى الجنون، لا يمكنه التركيز. لم أرى قط سطح الأرض القديمة، لم أتوقع أن تكون مخيفة إلى هذه الدرجة. وأنا أيضا، ربما ما كان يجدر بنا المجيء إلى هنا. ما العمل الآن لوسي؟ سنفعل ما أتينا من أجله، وهو المساعدة. أنتما اللتان تحتاجان إلى المساعدة أيتها الحشرتان. دراغون فلايز، لن يخيب ظننا. أنت قتلتني. لا تكن دراميا هكذا يا فرايت، خذ هذا الترياق. لم أقصد أن أعرضك للسم، ولكنك كنت على وشك أن تقترف خطأ فادحا لم أكن مستعدا لتقبله. لما لا نرميهما في الحمم فننتهي من أمرهما؟ أوه عزيزي فرايت، لا تستعجل الأمور في لحظات الحياة الممتعة. كيف سنستمتع بمشاهدة دراغون فلايز يفعلون كل ما في وسعهم من قوة كي يستعيدوهما إليهم؟ من دراغون فلايز واحد إلى سكاي ووتش، بدأنا باقترابنا الأخير الآن، تحضروا لهبوط طارئ. نحن مستعدون لاستقبالكم زينيث، فريق الإسعاف في الخارج وهو مستعد للعمل، سيفعلون كل ما عليهم فعله. حسناً يا أيباكس، حان دورك الآن. على مهل أيباكس. هيا أيباكس، ارفعي أنف بلايز إلى الأعلى، ستصطدمين. انتبهي أيباكس، ابتعدي، ستصطدمين. الآن هل ستكون بخير؟ لا أعلم، سأخبرك لحظة أعرف الجواب.
حاربي يا أيبكس، كوني قوية. يمكنك ذلك، إن حصل أي مكروه لابنتي درادوينغ سأبحث عنك حتى أقاصي الأرض. عليك أن تعرف ذلك أيها الوحش. فلينزل الجميع في البركة، لأن الحمم مفيدة. لن تستطيع إبقاءنا هنا لوقت أطول، سيأتي دراغون فلايز لنجدتنا. هذا ما أرجوه بالتحديد، سيتحول كل شيء هنا وكذلك دراغون فلايز بعدما يحولهم غبار السام إلى وحوش. إلى وحوش مثلك؟ أجل، مثلك أنت تماماً. أجل، أنت محقة، مثلي أنا تماماً. لم تخطر ببالي قط هذه الفكرة، والآن ابقيا مكانكما حتى يصل فريق دراغون فلايز فيصبح كل الحاضرين وحوشاً مثلي أنا بالتحديد. لا تطلق النار، أحمل رسالة من درادوينغ. لا نريد سماع أي كلمة قد تنطقين بها. بل على العكس تماماً، لقد قبضنا على اثنين من جنسكم وهما ولدان بشريان من إيرلانديس. ولدان؟ هما تومي ولوسي، إن لمسهما درادوينغ ماذا ستفعل أيها الرجل الضعيف؟ سوف أريك ماذا سنفعل. بيك، لا، دراد هو الرابح حالياً. ماذا يريد مقابل أن يعيدهما إلينا؟ سيجيبك درادوينغ عن هذا السؤال شخصياً. يوجد كوخ تحت ويندبيت، سيقابلكم هناك بعد 3 ساعات، أنتم الثلاثة فقط. هل تتوقع منا أن نلبي هذا الطلب؟ لا خيار آخر لدينا يا سمت. علينا إنقاذ الولدين وإحضار القليل من الترياق إلى هنا. قد يكون الأمل الوحيد في نجاة أيبكس. أظن أنني وجدت طريقة للهروب. حقاً؟ وما هي؟ شاهدتها في فيلم رعب قديم. ماذا شاهدت؟ ركوب الأمواج. ابقى هنا كلوفاير، سوف نعود من أجلك. هيا يا لوسي، اقفزي بسرعة. أهلاً بكم يا دراغون فلايز، تسرني دائماً رؤيتكم. سيختفي سرورك إن لم تعطينا الولدين. ومن أوحى إليك بهذه الفكرة؟ نوكتورنا، أيتها المشاكسة، هل أوحيت إلى ضيوفنا بأنهم سيكونون وحدهم هنا؟ لسنا وحدنا دراد. لقد قلت لكم أنتم الثلاثة فقط. نحن لا نجيد الحساب كما لا يعرف المتحول قول الحقيقة. الولدان، سنستخدمهما كي نحمي أنفسنا من دراغون فلايز. الولدان اختفيا.
يجب أن نقترب من الضفة كي نقفز. هذا مستحيل، لن ننجو أبداً. حسناً حسناً، اطمئني، إني أفكر. إذن فكر بسرعة. أخرجوا هذا الرجل من هنا وخذوه إلى إيرلندس. لا نستطيع أن نخسر المزيد من الرجال زينث، نحن مجبرون على الانسحاب. لن أرحل من دون الولدين. استعدي لوسي. أستعد لماذا؟ هيا لنقفز. تومي! إنه الترياق. إن واصلت المقاومة فسأرميك في الحمم. لم يحب فرايت الأولاد السخفاء قط. كلوفاين! انظر زينس، الولدان بخير. اتبعهما إذا، هيا هيا. لقد راودني كابوس مرعب جدا. هذا طبيعي جدا، لقد تسممت بسبب غبار دراد، كدنا نخسرك. إلى من يعود الفضل في إنقاذه؟ وكم سيكلفني الشكر هذه المرة؟ حسنا، مهما كان الثمن فسيكون مضاعفا. هاي أنتما إلى الأمام وفي الوسط، أتريدان أن تصبحا دراغونيترز؟ إذن عليكم اتباع الأوامر، وأول أمر ستطبقانه هو أن تعيدان بألا تتركا إيرلندس كما فعلتما هذه المرة. نعدك بذلك. وأمرك أنت أيضا بذلك يا كلوفاير. ولكننا أنقذنا إيبكس وبلايز ويند بفضل الترياق. أجل، أصبحنا دراغونيترز رسميا، يمكننا فعل كل ما يفعله دراغون فلاي. أنت تظن أنني أثير المتاعب؟ ينتظرك ما هو الأسوأ. Shall know men once walked upon the earth below, and now we fly at mega height. Long live Atlantis, flight is might. Dragonflies maximize, fly forever through dragon skies. When Dreadwing and his grim wings rise. All of us shall know men once walked upon the earth below, and now we fly at mega height. Long live Atlantis, flight is might. Dragonflies maximize, fly forever through dragon skies. When Dreadwing and his grim wings rise, no one can stop them but the dragonflies. Dragonflies!
فلاي واحد إلى سكاي ووتش، لقد قطعنا ويند بيت ونحن نقترب من موقع الهدف. ابقوا على مساركم، طريق الدخول خالية من المخاطر، لن تواجهوا أي مشكلة كما أرى. سمعتك يا سكاي ووتش، فلنطر بسرعة يا دراغون فلايز. رأيتها يا ريبتور، اتخذوا وضعية الغطس يا فلايز، انزلوا والتقطوا قطع البلور كي نأخذها. أنا أعيش من أجل إسعاد أوراك. أنجزنا العملية، لا وجود لدرادوينغ أو لأتباعه هنا. ممتاز زينث، تفيد السرعة في حضور البلور بسهولة من وقت إلى آخر. أراكم في ساحة النزول عند الساعة الثانية، حول. إن مهماتنا في جلب البلور تزداد سهولة زينث، أنا بحاجة إلى هجوم دراد كي أشعر بمعنى الحياة. إيباكس، ما الخط؟ هل تأذيتي؟ كلا، هجمت في الرأس، سمعت نداء استغاثة من تنين بري زينث. لكن أين هو؟ هو قريب، سأحاول التواصل معه. هو عالق، علينا أن نساعده يا زينث. حسناً فلايز، أمامنا مهمة إنقاذ جدية. كن حذراً يا زينث، قد تكون هذه خدعة.